Good morning, Fourth. How are you? Today is Tuesday. The date is 3 of November 2020. Today we will continue the past continuous الماضي المستمر. سوف نكمل اليوم يا مس شرح الفعل الماضي المستمر. زي ما حكينا امبارح انه هو فعل حدث واستمر لفترة معينة في الزمن الماضي. إذا هو فعل، هو عبارة عن فعل حدث واستمر لفترة معينة. يعني هذا الفعل يا مس فيه استمرارية، وزي ما حكينا إنه الفعل اللي فيه استمرارية دائما بيكون بنهايته ing، دائما ينتهي ing. الفعل اللي فيه استمرارية بيكون فيه ing. طيب، لكنه هو فعل ماضي، يعني هو حصل في الزمن الماضي، إذا بستخدم له was أو where. طبعاً was إذا كان الفاعل مفرد، أو where إذا كان الفاعل جمع، زائد الفعل verb plus ing. مثل هون was walking، where wearing، was walking كان مثلاً يمشي، where wearing كانوا يرتدوا. إذا الفعل where أو الفعل walk ضفنانهم ing، شكل الفعل هيك بالزمن الماضي المستمر. حكينا كمان يا مس انه الفورم شكل الجمله يبدا بالسبجكت الفاعل، لازم ابدا دائما بالسبجكت الفاعل، بعدين نضيف واز او وير حسب الفاعل. اذا كان الفاعل مفرد نضع واز، اذا كان الفاعل جمع بلورال ايش نحط؟ وير. اذا بلس واز او وير. هلا بعدها بيجي الفعل there plus ing، ثم ايش مباشرة وراهم؟ الفعل بيجي معاه ing، اخر اشي في الجملة الاوبجكت المفعول به full stop، نهاية الجملة. مثل هذا المثال اخذناه امبارح، سارة was watching TV. سارة was watching TV. سارة كانت تشاهد التلفاز. إذا حطينا هون subject، بدينا بالسبجكت الفاعل لأنه سارة مفرد، حطينا was، بعدين watching الفعل watch plus ing watching، كانت تشاهد التلفاز. اليوم يا مس رح ناخد عن النفي النيجاتيف، يعني كيف إني أنفي الفعل. لو بدي أحكي إنه سارة لم تكن تشاهد التلفاز، كيف بدي أعمل؟ طيب بيكون يا مس بنضيف we add not، لازم أضيف not بنضيفها مباشرة after was أو where، يعني بعد was أو where بدي أحط not اللي هي معناها لم تقم بالفعل. إذا هون سارة was watching TV، لما بدي أحكي سارة لم تشاهد التلفاز بيصير زي هيك، سارة was not watching TV. إذا يا مس النيجاتيف النفي، نيجاتيف يعني النفي للجملة، نضع السبجكت، بعدين was طبعا إذا كان الفاعل مفرد، بعدين مباشرة not was not، سارة was not watching TV، سارة لم تشاهد أو لم تكن تشاهد التلفاز. إذا يا مس النفي يكون بإضافة not after was أو where، بعد was أو where بضيف not، هيك بكون أنا نفيت الجملة أو نفيت الفعل. طيب لما بدي أعمل سؤال question، أكون سؤال، كيف بدي أعمل؟ فقط was هاي اللي إحنا شايفينها أداة الفعل أو اللي هي بتيجي قبل الفعل نضعها في البداية. إذا ال question نبدأ was أو where، يعني was أو where حسب ما يكون عندي في الجملة. إذا كان في الجملة was مستخدمين مع الفعل بضعها في البداية، إذا كان where بضعها في البداية، بتصير was سارة watching TV. هل كانت سارة تشاهد التلفاز؟ إذا was نبدأ بها was سارة watching TV. هل كانت سارة تشاهد التلفاز؟ yes، إذا الإجابة نعم yes she was، أضع الضمير العائد على سارة yes she was أو no she wasn't، ما ننسى هون wasn't مش was، no she wasn't، أضيف هون not النفي لأنه هون عندي no لا، إذا لازم تكون فيها نفي no she wasn't إذا كانت لم تشاهد سارة. إذا يا مس زي ما حكينا شكل الجملة في الماضي المستمر هو يبدأ بالسبجكت was أو where،
ثم الفيرب مع اي ان جي واخر شيء اوبجكت تكمله الجمله. عند النفي نضيف نوت بعد واز او وير، نضيف نوت تصبحون سارة واز نوت واتشينج تي في، سارة لم تكن تشاهد التلفاز. عند السؤال نضع واز بالبدايه، واز سارة بعكس بتصير السبجكت ورا واز، واز سارة واتشينج تي في، يس شي واز او نو شي وازنت. وما ننسى هاي الملاحظه يا مس، نوت واز نوت هي نفسها وازنت، وير نوت هي نفسها ويرنت، اختصارها ويرنت، بشيل الاو بحط بدالها الفاصله الكوما. وهيك بنكون يا مس شرحنا الفعل الماضي المستمر.